شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ قليل افتتاح معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة، ويشتمل المعرض على بيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية إلى جانب الزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تصل إلى 30%. للمزيد ينضم إلينا أو تنضم إلينا الزميلة جرمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، بعد التحية أطلعينا على الأجواء لديك وما تم خلال افتتاح المعرض، معرض أهلا مدارس هذا اليوم. نعم جرمين، أطلعين على الأجواء لديك وما تم خلال افتتاح معرض أهلا مدارس هذا اليوم. بعد التحية بالفعل نتابع معكم من داخل معرض أهلا مدارس محافظة الجيزة بعد افتتاحه منذ دقائق رسميا عن طريق رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. هذا المعرض الذي يستمر حتى 14 أكتوبر القادم. المعرض يقام هنا بمحافظة الجيزة بالتحديد في منطقة فيصل بحضور أكثر من 60 عارضا من مختلف العارضين إلى جانب كبرى الشركات المنتجة للمستلزمات الدراسية والتي تتنوع ما بين أدوات مدرسية وملابس مدرسية وأيضا مواد غذائية وكل المنتجات التي يحتاجها الطالب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية، وذلك بجودة عالية وبتخفيضات تصل لأكثر من 30% لبعض المنتجات. هذا لن يكون المعرض الوحيد هنا في محافظة الجيزة، ولكن المقرر أيضا أن يتم افتتاح عدد من المعارض في مناطق العمرانية والبدرشين وإمبابة وستة أكتوبر ومناطق ذات كثافة سكانية عالية لتوفير كل هذه المنتجات للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات. فنتحدث أيضا عن أكثر من 50 معرض تم توزيع على مستوى محافظات الجمهورية إلى جانب القوافل المتنقلة لتوفير كل هذه المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة. أيضا تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة معرض أهلا مدارس والتأكد من توافر كل المستلزمات الدراسية دون أي نقص. إذا تحدثنا عن الإقبال فهو إقبال كبير، فبمجرد الافتتاح الرسمي ومغادرة رئيس مجلس الوزراء تواجد عدد كبير جدا من المواطنين داخل المعرض حتى الآن للتمتع بالتخفيضات والمنتجات الموجودة. كل هذه المنتجات تتوفر في مكان واحد مما يوفر على المواطن وقت للتجول في أكثر من منطقة وأكثر من مكان للحصول على كل الأدوات المدرسية. وكل هذه المعارض تأتي في إطار اتجاهات الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم جرمين إبراهيم، مراسلة التلفزيون المصري من معرض أهلا مدارس جزيري للشكر لك.